بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساء الجميع بكل خير وبركة. أهلا وسهلا بالجميع في البث المباشر الليلة بخصوص النظر للنصف الممتلئ من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. احنا تكلمنا في لقاءات سابقة عن معنى اضطراب الحركة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. ايش معنى؟ احنا قلنا انه هو اضطراب عصبي. الاضطراب العصبي هذا ينتج عنه ضعف في الانتباه، ضعف في التركيز، تشتت في التركيز وفي الانتباه. المصاب بالاضطراب هذا ما يقدر they cannot maintain adequate attention، تركيز انتباه لكل الأحداث التي اللي بتكون تجرى حواليهم. وهو طبعا بما أنه بيصيب الأطفال الصغار، عادة هو يبدأ في الأطفال الصغار وقد يستمر إلى الكبر. هو بيخف مع الكبر، وأكثر شيء اللي بيخف فرط الحركة، لكن قد تبقى أعراض من تشتت الانتباه. تشتت الانتباه وفرط الحركة، يعني الشخص ما يقدر يجلس، الطفل المصاب ما يقدر يجلس حتى إنه هو يكمل تناول طعامه. ما يقدر يجلس أكيد طبعا في الدرس. إحنا اللي ما عندهم اضطراب يقول لك يطفش منها، بالأخص الآن الأونلاين، لأنه كمان ما في أدكوت، ما في محفزات تجذب الانتباه، فتحصل إنه في بيحصل نسبة تشتت انتباه أكثر عن المعتاد اللي بيكون في داخل الفصول الدراسية. في أعراض ثانية مصاحبة مثل الاندفاعية. شخص هو ما هو قادر إنه هو ينتبه، وعنده فرط حركة، وعنده نوع من التوتر أو القلق الداخلي، في inner tension. فهذول تحصل في عندهم نوع من الاندفاعية. يعني احنا بنكون جالسين نتكلم وما يخلص لسه، الشخص مثلا اللي بيطرح سؤال او بيطرح وجهة نظر ما يمدي يخلص، تحصل الشخص اللي عنده الاضطراب تشتت الانتباه بيدخل على طول وبيجاوب، يمكن احيانا حتى ما يكمل الشخص المقابل السؤال او وجهة النظر اللي هو يبغى يطرحها، ولو سكت تحصله كذا بيغلي، ما هو قادر انه هو يكمل. من الأعراض الثانية اللي هي أحيانا العدائية أو العدوانية، هذول اللي بيكونوا هذه نتيجة طبعا تشتت الانتباه ونتيجة الاندفاعية، فقد تولد بعض العدائية أو العدوانية. الشيء هذا ما بيمر للأسف، مش بس في مجتمعاتنا، في أغلب المجتمعات حتى المجتمعات الغربية ما بيمر بسلام، بالأخص على الأطفال بيتعرضوا للكثير من التقريع من المدرسين، من الأهل، بالأخص إذا الأهل أو المدرسين ما كانوا عارفين إنه هذا فيه هنا اضطراب، وليس فقط والله شقاوة الطفل أو طفل عنيد ما بيسمع أو إنه هو مشاغب أو إنه هو غبي. أحياناً كثير للأسف يوصم الطفل بأنه هو غبي، مهمل، مقصر، ما يسمع الكلام، فيوصموا بكثير وبيجيهم كثير لوم وتقريع وعقوبات، وبيتعرضوا للكثير من المشاكل والتنمر، التنمر من الأصحاب. يمكن هذه أكبر مشكلة بتواجههم. إحنا اليوم حنتكلم في بعض المحاور، حنتكلم على نماذج عالمية كان في عندها فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهم كيف ما شاء الله تبارك الله نجحوا ولمعوا في المجال هذا. فبيعانوا الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب. طيب أنت بتقولي لنا الآن النصف الممتلئ وأنت جالسة ترصي لنا، هذه الصفات التشخيصية للاضطراب، لكن هل الصفات هذه معناها انه هي خلاص بس مجرد اضطراب، بس مجرد تشتت، فرط حركه، عدم القدره على التركيز؟ هل هي بس عدائيه وعدوانيه؟ سبحان الله، سبحان الخالق. الكون هذا مبني على ازدواجيه، ما في شيء اضطراب فقط، ما في شيء شر محض، ما في شيء
جانب فقط مظلم، جانب فقط فارغ. سبحان الله، كل شيء له ميزة، له جانب إيجابي ولو جانب قد يكون سلبي، لكن الإيجابية الخير طاغي في ال يعني في الكون، في الكون كله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه في سورة البقرة، وكررها مرة ثانية في السورة اللي بعدها، مش اللي بعدها، في سورة النساء: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في سورة النساء ما في شيء. الآن أثبتت، مش كلامي أنا، أثبتت الدراسات إنه اللي بيعانوا من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بيبدعوا ويلمع نجمهم أكثر في شيء اسمه التفكير الإبداعي. يعني إيش التفكير الإبداعي؟ التفكير الخلاق. التفكير الإبداعي فيه له 3 عناصر. العنصر الأول اللي هو الاتساع المفاهيمي، يعني أنا والله بنظر للموضوع هذا كذا. الناس اللي عندهم تشتت الانتباه، شوفوا تشتت الانتباه، بينظروا للموضوع كذا كذا كذا، وأحيانا فوق ممكن ما تجيب يديني. ليه؟ من نفس التشتت هذا أوكي بيجي الاتساع المفاهيمي، إنه بيفكر بأشياء كثيرة ويقدر ينظر للموضوع يعني باتساع وبشمولية، ومن نواحي يمكن إحنا الأشخاص اللي ما عندنا الاضطراب هذا يمكن ما نجيبها. العنصر الثاني، خليني بس إني أجيب لكم، هي إحنا قلنا الاتساع، التغلب على المعرفة المسبقة. في بيقول لك أحد الأبحاث، إيش يعني الكلام هذا؟ في أحد الأبحاث جابوا مجموعتين طلاب في عندهم فرط الاضطراب هذا الـ ADHD، وطلاب ما عندهم، وطلبوا منهم إنهم يبتكروا نموذج لفاكهة أو لحيوان يكون موجود على كوكب آخر، وعرضوا عليهم نماذج. ولو ما عرضوا عليهم نماذج، إحنا خلاص إحنا عارفين اللي موجود على الكوكب الأرض إيش أشكال الفاكهة وإيش أشكال الحيوانات. وطلبوا منهم إنهم يبتكروا نموذج لفاكهة ونموذج لحيوان يكون موجود على كوكب آخر. المجموعة اللي هم ما عندهم الاضطراب هذا تقيدوا نوعا ما، أو انحصروا نوعا ما بالأمثلة اللي هي موجودة على كوكب الأرض. يعني احنا كلنا نعرف انه الفاكهة تؤكل، لازم يكون لها غلاف او قشرة خارجية، طعمها حلو، تكون موجودة على شجر. الاطفال اللي عندهم الاضطراب هذا خرجوا يعني بابداعات مذهلة مذهلة، وتفوقوا على قرنائهم الثانيين. نفس الشيء بالنسبة لنموذج الحيوان، احنا نعرف لازم الحيوان يكون فيه عنده عينين ثنتين، ويكون يمشي غالبا يعني يدب على الارض يمشي على 4. اللي عندهم الـ ADHD، عارف لما احنا احيانا بنقول تفكير خارج الصندوق، خارج الصندوق، تفكير ابداعي، يعني تفوق. يقول لك يعني ما كان في مجال الجراف كذا، يعني الاشخاص العاديين اللي ما عندهم اضطراب كانت نسبهم كذا، والأطفال اللي عندهم اضطراب الـ ADHD كانت نسبهم جداً أعلى. سبحان الله، أحياناً يعني من عين النقص يولد الكمال. القوس يقول لك اعوجاجه جماله وكماله في اعوجاجه، يقول لك لو كان مستقيماً لفسد، ما رح يرمي. هذول لأنهم عندهم تشتت الانتباه. فيقول لك الأطفال هذولي يعني تغلبوا كثير على العوامل المقيدة للمعرفة، فكروا جدا خارج الصندوق، وما يعني إحنا الآن مثلا يعني في داخل الأعمال، لما مثلا نبغى فكرة كده إبداعية، يعني مثلا كنا دائما لما نتغلب على صعوبات المدارس والازدحام والهذا، كنا دائما كلنا نفكر إنه إحنا مثلا كيف نروح بطرق مختلفة، كيف هذا.
عمره ما أحد فينا فكر إنه مثلاً نخلي العمل يجي لنا أو نخلي المدرسة تجي لنا. اللي اخترع الفكرة هذه أيوة في على الخاص بيجيني. أحد عنده ADHD ممكن، لأنه هذا يعني عكس العرف، عكس اللي إحنا يعني the norm إحنا بنقوله، عكس العرف، عكس التقاليد، عكس المتعارف عليه. هنا هذه المعرفة لنا كانت مقيدة، فكرة الأونلاين وأنه المدرسة تيجينا لحد عندنا والعمل يجينا لحد عندنا ونشتغل من البيوت. فكرة الأونلاين طبعا هي يعني ما جت بس فقط وقت كورونا، هي كانت موجودة يعني قبل كورونا، يعني الفكرة هذه كانت مطروحة واردة من قبل كورونا. لكن الشخص اللي فكر فيها كان في عنده تغلب على كثير من العوامل المقيدة للمعرفة، فكر تماما خارج الصندوق. ما فكر الناس بتفكر داخل الصندوق، تفكر إنه إحنا كيف نسهل الوصول للمدرسة أو للعمل أو whatever، يعني المكان اللي أنا بشتغل فيه أو إني مفروض إني أروح. هم فكروا جابوا the opposite way، بالناحية العكسية، جاب هالحد عندك. هذا تفكير خلاق إبداعي. الأشخاص اللي بيعانوا من الاضطراب هذا عندهم التفكير الإبداعي هذا بالعناصر الثلاثة أو بالجوانب الثلاثة، احنا تكلمنا عن اثنين ولسه هنتكلم عن الثالث، بيكونوا متفوقين فيه بشكل سبحان الله، وحنجيب أمثلة من الحياة يعني. فيقول لك الأطفال هذول يعني تفوقوا ما شاء الله تبارك الله في موضوع على العوامل المقيدة للمعرفة. بيقول لك يعني في كذا أبحاث يعني أنا قريتها في أماكن ثانية، بيقول لك كانوا يجيبوا لهم أمثلة، وحتى اللي ما يجيبوا لهم أمثلة ما شاء الله كانوا يعني بيخرجوا بإبداعات، ابتكارات مثلا جديدة. يعني مثلا إحنا كلنا عارفين جوال، الجوال هذا إني أتكلم فيه، إني أتشات، لكن في استخدامات كثيرة ممكن تكون للجوال، وإحنا بعدين نشوف تطورات الجوالات. إحنا يعني أول كان ألو السلام عليكم، سولفنا تكلمنا وسكرنا، بعد كده صرنا ألو وصرنا السلام عليكم نرسل رسائل، كانت الرسائل بس مجرد نص، بعد كده صارت الرسائل يعني نقدر نشوف صور، بعد كده صرنا نقدر فويس نوت، صرنا إحنا نقدر نسجل فيديوز ونرسل، إحنا الآن بنبث لايف على تويتر. فشوفوا الأشياء هذه، مين كان يتصور يعني إنه يعني عبر الأثير ومسافات جدا بعيدة تقدر أوصل الصوت والصورة on spot في نفس اللحظة في نفس الوقت. فهذه كلها يعني اللي خرجوا فيها أشخاص مبدعين، ممكن يكونوا زي ما جاني على الخاص، أيوة ممكن يكونوا أشخاص في عندهم ADHD. العنصر الثالث من عناصر التفكير الإبداعي اللي هو التفكير التباعدي. ايش يعني التفكير التباعدي؟ يعني انت تبتدي من فكرة واحدة، والفكرة الواحدة هذه تتباعد تطلع فيها افكار 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 كثيرة. شايفين هذا هو التشتت في جماله. الكلام هذا مو من عندي، هذا بحث ومنشور في ساينتفك امريكان جورنال، وفي ابحاث كثيرة بتدعم الموضوع هذا، ليس فقط بحث واحد، لكن اغلب المصطلحات اللي بستخدمها اليوم انا جبتها من البحث هذا. فيقول لك هي تكون فكرة واحدة يطلع لك منها 1000 فكرة، كونسبت واحد ويطلع منه سو من يتعدد ويتفرع ويطلع لك اشياء جميلة مذهلة. هذا هو التفكير الابداعي. تميزوا الاشخاص اللي عندهم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يعني بعلو أو ارتفاع نسبة التفكير الإبداعي، بيكون في عندهم الرايت هيمسفير، الجزء الأيمن من الدماغ اللي هو الجزء المسؤول عن الإبداع والجزء الخلاق الكرياتيفيتي، بيكون عندهم ما شاء الله أكثر، لأنه يعني التشتت والقدرة إنه هو يتكلم مع كذا شيء سبحان الله، زي ما قلنا إنه عين النقص تؤدي إلى الكمال. وفي أشياء كثيرة في الحياة، ليس فقط يعني الاضطراب الـ ADHD. يعني إحنا في كثير يعني زمان كنا نتساءل مثلا في أشياء إحنا نقول هلا هذه شر محض، يعني إيش لها فائدة؟ في كثير مننا وقت
يعني مثلا الآن الصيف الحشرات مثلا يقول لك الآن العقارب الثعابين تخرج من جحورها هذه. طيب في والله ذاك اليوم كان في نقاش، يا الله إيش فائدتهم ذولي، ما لهم فائدة؟ لا 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 لهم فائدة، صحيح شكلهم ممكن يكون مرعب، صحيح إن هم ممكن يلدغ، لكن سبحان الله السم حقهم من نفس السم سواء كان للثعابين أو للعقارب من نفس السم سبحان الله نستخرج الترياق من نفس السم. زي ما قلت لكم ما في شر محض، الكون هذا قائم على الازدواجية، كل شيء له جانبين. حتى إحنا يعني ما أقدر أقول والله يعني إحنا مجرد يعني شر محض أو خير محض، فينا هذا الجانب وفينا هذا الجانب، فينا السيء وفينا الإيجابي. ويعني يعني الله يعني يهدينا كذا احنا ننمي اكثر الجوانب الإيجابية فينا من خلال اولا رؤيتها، ويعني شكر النعمة هذه، وبعد كذا نبتدي ننميها. وهذا يعني المحور الأساسي للكلام اليوم، انه احنا نشوف الجانب الإيجابي. الناس هذه مبدعة، الناس هذه خلاقة، أوكي هي في البداية تتعثر في التحصيل الدراسي تتعثر، وحنجيب الآن النماذج يعني بتكلم. أوكي يعني مثلا في عندنا مين ما يعرف ما شاء الله تبارك الله بطل كرة السلة الأشهر مايكل جوردن. أحد يتخيل إنه مايكل جوردن في عنده كان ADHD؟ ويقول لك إنه هو عانى في حياته، عانى في التعلم، وعانى في الانضباط علشان التدريبات، رغم إنه عنده فرط حركة، لكن هو عانى في التدريبات وفي الانضباط. يقول لك ما كان يقدر يجلس في مكان واحد حتى إنه هو يتم التدريب، لكن سبحان الله أبدع أبدع. يعني كرة السلة نعم فيها إبداع. بطل ثاني اللي هو مايكل فيليبس هذا بطل السباحة الأولمبي ما شاء الله تبارك الله، كمان يعني كان في عنده ADHD. مش معنى كده إنه هو عنده كان ADHD، هذا السؤال كثير كثير بيتكرر. ال ADHD بيكون في الصغر زي ما قلنا أكثر بالنسبة للذكور، أكثر فرط حركة بالنسبة للإناث، الإناث أكثر تشتت انتباه. التشتت الانتباه يمكن هو الجانب اللي بيبقى أكثر للكبر للأدلتهود، لكن فرط الحركة بيخف. سبحان الله الإنسان كمان مع الانضباط والتحكم بالنفس بتخف، ونفس الاضطراب كله هو بيخف على الكبر، لكن ممكن تبقى أشياء منه. في عندنا نماذج رايان جوسلينج. رايان جوسلينج هذا ممثل أمريكي اللي كان بطل فيلم نوت بوك. يقول لك عانى من صعوبات، وكانوا دائما أصحابه يتنمروا عليه ويقولوا له أنت غبي لأنه هو ما تعلم القراءة. أحد لو يعرف كم العمر اللي تعلم فيه القراءة؟ 15 سنة. يقول لك لغاية 15 سنة وهو ما كان قادر يقرأ. طبعا كمية تنمر، كمية يعني معاقبات من الأهل، يتكلم عن حادثة حصلت معاه وبعدها تم تشخيصه. يقول لك لما كان في الصف الأول ابتدائي، وكان أكبر من عمر الصف الأول ابتدائي، كان شاف فيلم أكشن وكان حب إنه هو يطبق على أصحابه. ثاني يوم راح جاب سكين لحم ورماها على زملائه في الفصل، إنه هو يبغى يطبق أو إنه يعني يحاكي الفيلم اللي هو شافه. بعد الحادثة الخطيرة هذه تم تشخيصه، يعني لأنه في أحد انتبه إنه there is something wrong، يعني هو ما هو عدواني، ما هو عنيف، وما كان قاصد إنه هو، لكن كان تصرف اندفاعي، ما في كثير تفكير وما في وعي للعواقب للشيء هذا، وتصرف باندفاعيته هذه. ولكن الحمد لله رب ضارة نافعة، تم اكتشاف إنه هو يعاني من الاضطراب الـ ADHD. لكن يعني مع رغم التشخيص يعني ما قدر كثير إنه هو يكون يمشي بسلاسة في يعني في المسار الأكاديمي. وبيقول لك وتعثر حتى عمر 15 سنة، لكن بيقول لك إنه هو كان يشوف في نفسه، يعني أخته اللي أصغر منه كانت في فرقة راب،
فكان يشوف نفسه انه هو شاطر في الرقص وفي العزف على الآلات الموسيقية. ويقول لك فعلا لما كبر كانوا يقولوا عنه، حتى اول ما تقدم للتمثيل قالوا يعني حتى يعني his face is dumb، يعني وجه احد غبي، هذا كيف حيمثل؟ لكن هو فعلا انا ماني منحازة له، انا منحازة للجانب الايجابي، لاي شخص يتغلب على تحدي موجود عنده. واحنا حياتنا كلنا يعني مليئة بالتحديات. ف يعني وما نجح فقط في التمثيل، نجح في التمثيل ونجح في الرقص وفي العزف، ونجح أيضا كمنتج as a producer. مثال آخر، طالما أنه احنا في الممثلين، نتكلم على الممثل خفيف الظل ويل سميث. احنا كلنا نعرف ما شاء الله يعني إبداع، ويعني قرب الممثل هذا. الممثل هذا يقول لك أنا عانيت، أنا ما كنت أقدر إني يعني حتى إني أحفظ النصوص، يعني لما ابتدى يعني طبعا في الدراسة تعثر زي رايان جوسلينج وزي أي أحد في عنده اضطراب. هذه يعني للأهل إنه لا تزعلوا، في ناس كثيرة تعثرت في البداية لكن كان في ضوء في النهاية، في نهاية النفق هذا في ضوء، في ضوء جميل جدا. لا تتضايق ولا تزعلوا، إن شاء الله رب العالمين يكرمهم ويجبرهم ويجبركم، لأنه الأهل بصراحة يعني أنا أعرف وأقدر إنه الأهل بيعانوا مع الأطفال هذول، يمكن أكثر من معاناة الأطفال هذول. تبتدي معاناتهم مع الدراسة والتنمر والعقاب من المدرسين، لكن الأهل بيكونوا قبل كذا بيعانوا وبتستمر معاناتهم. الله يعطيهم الأجر. مين في كمان عندنا نماذج؟ في كثير من المفكرين والعلماء عانوا في المجال هذا. خليني أقول لكم على شيء من مجتمعنا. في كذا دراسة حديثة في المملكة العربية السعودية خصوصا، تنبهوا للجانب هذا، فأجروا عدد من الدراسات. في واحدة منها كانت في مدينة الرياض، يبغوا يشوفوا نسبة symptoms، يعني أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه عن طلاب. تخيلوا طلاب إيش؟ طلاب كلية الطب الجيدين من عيالنا، المتميزين المتفوقين. قال لك أيوة نعم، في دائما أمل. قال لك إنه الطلاب هذول وجدوا إنه نسبة وجود أعراض الاضطراب هذا، يعني تشتت الانتباه، موجودة لديهم أكثر بنسبة 10% من الطلاب يعني الآخرين، طلاب كلية الطب. إحنا ما بنقول إنه ما بنعمم على الجميع، لكن الاضطراب هذا له ميزة، الاضطراب هذا له جانب مشرق. الناس اللي بتعاني من الاضطراب هذا بيكون في عندها التفكير الإبداعي على الكبر، يعني ما شاء الله تبارك الله بيبدعوا. طب إحنا إيش نستفيد من الكلام هذا؟ أول شيء هذا يعني منشور اطمئنان للجميع. الاضطراب هذا أول شيء الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى في له علاج. أنا أبغى بس دائما الأهل يتنبهوا إنه يعني ركزوا مع أطفالكم، ما تقول إنه هذا بس مجرد طفل شقي، إنه هذا مقرود الكلام اللي أنا بسمعه، حرام. يعني خروج المرأة للعمل، الوسائل التواصل الاجتماعي اللي شغلت الأهل شغلت الجميع، أرجوكم ركزوا مع أطفالكم. قد يكون هناك اضطراب، المرض هذا is underdiagnosed. Underdiagnosed يعني ما هو مشخص بالشكل الكافي، هو موجود. نسبة انتشار المرض هذا احنا عندنا بالسعودية ما بين 7 إلى 8، أحيانا قد تصل إلى 10 في حسب الفئات. احنا نقول خلينا ناخذ الأفريج 8%، اللي مشخصين فعلا 3-4% وأحيانا أقل في المجتمعات
اللي بيكون فيها الأهل educated more بتكون نسبة التشخيص أعلى. فأرجو إنه إحنا نركز مع الأطفال. قد يكون هنالك اضطراب، أنا والله ما أبغى إنه إحنا يعني ننشر ثقافة المرض والتمارض والأشياء، لكن الاضطراب هذا موجود وشائع وغير مشخص، وبالاكتشاف نبتدي الحل، لأنه بالاكتشاف إحنا أول شيء حنوقف المعاناة، معاناة الأهل. أنا ليش ولدي كذا؟ أنا ليش ولدي شقي؟ أنا ليه ولدي ما يسمع الكلام؟ عنيد، مجنني، مطفشني. المعرفة نهاية للمعاناة. معاناتك أنت كأم، أنا ليش ولدي كذا؟ كلمة أنا ليش ولدي كذا خلاص عرفت أنه هو عنده اضطراب، وأنه الحمد لله الحمد لله الاضطراب هذا له علاج، ولو علاج زي ما تكلمنا كذا مرة وتكلموا الدكاترة من المنصة هذه، العلاج هذا العلاجات، في علاج دوائي، في علاج معرفي سلوكي، في علاج عن طريق الأهل، عن طريق المدرسين، الأصحاب، البيرز، في علاجات كثيرة ومتاحة وناجعة وأثبتت فعاليتها بشكل كبير. وإحنا قلنا جميع يعني جميع الشائعات أو الاتهامات الباطلة اللي كانت حول الأدوية هذه إحنا دحضناها وردينا عليها. إحنا قلنا الأدوية هذه الاتهام الأول والأكبر كانت إنه الأدوية هذه تسبب الإدمان. أثبت العلم والدراسات والأبحاث المحلية والعالمية إنه الأطفال اللي بيتلقوا العلاج حتى بستيمولنس اللي هي المنبهات أو المنشطات، نسبة تعرضهم أو حدوث الإدمان لديهم في الكبر يقل بنسبة 80%. فأول خطوة للحل هي المعرفة. أنا أعرف ولدي هذا، هل هو فعلا يعني بس مجرد كثير حركة وشكي، ولا في عنده اضطراب؟ وأنا ما أبغى والله هي شماعة ولا الكل يروح يشك بأولاده. البالانس، وصدقوني كل أم في داخلها تكون حاسة إنه الولد هذا مختلف عن أولاد العائلة، وهتعرف الأم. لكن بليز ركزوا، أعطوهم اهتمام. انشغالات الحياة أحيانا يعني ترى هذول رسالتنا الأولى، رب العالمين حيسألنا عنهم. ركزوا شوية معهم، أعطوهم وقت، أعطوهم اهتمام، أعطوهم عناية. إذا الولد هذا في عنده اضطراب، إن شاء الله إنه يعني المعرفة هذه تكون هي أول يعني أول خطوة في نهاية معاناة ومعاناتك أنت كأم أو كأب. كمان يعني أحياناً يعني عدم المعرفة والتعامل مع المجهول، أي والله يا رب يا رب بالشفاء الجميع يعني. مرضانا ما في صوت؟ طيب كيف ما في صوت؟ واحدة بتقول لي المعرفة بداية الحل، معنى كده انه سامعين الصوت؟ الصوت واضح، اوكي، في احد ما شاء الله متابع معنا، شكرا لكل الردود وكل التوضيح. طيب كويس، في صوت، طب الحمد لله. فاحنا ما نبغى يكون في تخبط. اذا انا عرفت المعرفة دائما بداية الحل في كل شيء، في كل شيء. طيب شكرا للي بيرد علينا يقولون ان الصوت واضح، اشكركم. فهذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية يعني الموضوع هذا خذوه بإيجابية. أول شيء الاضطراب هذا له علاج، وزي ما قلنا العلاجات متاحة ومتوفرة، والمملكة ما قصرت، الحكومة العلاجات هذه يعني كلها موجودة الحمد لله على مدار السنة. بتكون ما بيجينا وقت والله ما في عندنا. جمعية إشراق جزاهم الله خير بيساعدوا كثير في علاج الحالات، بيعالجوا بالمجان سواء العلاجات الدوائية أو العلاجات المعرفية السلوكية، جزاهم الله خيرا عن الجميع. الشيء الثاني اللي أبغى يعني أوجهه للأهل، إحنا كنا دائما نتهم الوطن العربي إنه إحنا ما عندنا مبدعين، إنه إحنا ما عندنا مبتكرين، ما عندنا، إحنا كل اللي عندنا يعني الغالبية بيكونوا مطورين. يعني حتى لو كان طفلك عنده اضطراب، شوفي الطفل هذا عادة بيكون فيه عنده مكامن الإبداع،
دوري على الأشياء هذه. الشيء هذا حيساعد في تحسين صورة الطفل قدام نفسه، حتساعديه إنه هو يكتشف نفسه. سيلف استيم، احترام الذات، هذه واحدة من الحاجات الأساسية لنا إحنا كبشر، فما بالك بأطفال بيتعرض كثير للتنمر، كثير للتقريع، بيتهم كثير إنه هو غبي، كسول، ما يفهم، ما يسمع. أحيانا يوصف إنهم كذابين على فكرة، أنتوا عارفين ليش؟ لأنه هو أصلا ممكن ما يكون منتبه للكلام اللي انقال، ويقول لك المدرسة تقول أنا قلت إنه في واجب وحلوه، ويقول لك أبدا ما قالت، هو ما انتبه. فيوصم إنه غير إنه هو غبي ومتكاسل، ويوصم أيضا بأنه كذاب. فأرجوكم الأطفال هذول لهم فرصة، وفرصة جميلة جدا، ساعدوهم يكتشفوا أنفسهم، يكتشفوا مكامن الإبداع عندهم. عندهم تفكير إبداعي أعلى مننا إحنا كلنا، وإحنا بحاجة للشيء هذا. إحنا بحاجة كمجتمع، إحنا بحاجة كأهل، إحنا بحاجة كأهل الأطفال هذولي، والأطفال هذول أنفسهم بحاجة يمكن أكثر من أي أحد ثاني إنه هو يكتشف إنه هو في عنده شيء كويس، ينظر لنفسه بإيجابية، عينه كده طالع لفوق. ساعدوهم، والمساعدة هذه يعني حتعود بالنفع على الجميع. إحنا قلنا جوانب التفكير الإبداعي شوفوها عند أطفالكم. أول شيء التفكير التباعدي، تبدأ له فكرة واحدة وهو بياخدها وبيتوسع وبيطلع منها، يعني شيء واحد زي ما قلنا استخدام الجوال، استخدام الممحاة. تعالوا شوفوا الأطفال اللي عندهم طلعوا استخدامات للممحاة، إحنا ما نفكر فيها. إحنا الزمن هذا ما عندنا نستخدم الممحاة، خلاص كان كوركتر، والآن خلاص مع الديجيتال فيرجنز حيطور لك أشياء كثير عندك. يعني أنت الأم في البيت يمكن تبغى ترميها، أو خلاص شايف أنه ما لها عازة، حيساعدك تكتشفي جوانب كثيرة لها بالتفكير التباعدي. الاتساع المفاهيمي أول واحد إحنا تكلمنا عليه، إحنا بنشوف الموضوع كذا، هم ما شاء الله بيشوفوه كذا. ساعدوهم إن هم يكتشفوا الشيء هذا يعني في داخل أنفسهم، هو موجود. الحلقة اليوم كلها بس إنه إحنا تسليط الضوء، تسليط الضوء. هو عندهم جانب مشرق، بس إحنا نساعدهم يكتشفوه. آخر واحدة إحنا تكلمنا عنها، التغلب على القيود، قيود المعرفة، يعني اللي هو حصر المعرفة بالمعرفة اللي هي القديمة أو المتعارف عليها. والله إحنا الجوال هذا بس للمكالمات، والله أنا أبغى أدخل أتوظف عشان شيء واحد. لا لا، في عندهم يعني endless، لا نهائية كمية، يعني ما شاء الله، يعني حلول وأفكار جميلة جدا. وزي ما قلت لكم الأبحاث تدعم الموضوع هذا. ويعني يمكن النصيحة الأخيرة إنه يعني لا تنظر الأطفال هذول فقط من معيار التحصيل الأكاديمي أو الدراسي. قد يكون هنالك تعثر في البداية، لكن بعد كذا حينطلقوا، أصبر عليهم شوية. يعني حتى المدارس أتمنى إنه يكون في أحد من يعني decision makers، المسؤولين عن اتخاذ القرار، إنه الأطفال هذول يكون في لهم أريحية في مناهج تكون مبنية أكثر على الإبداعية، النشاط البدني. أحد الأطباء النفسيين في إسبانيا يقول لك أنا كنت، هو عنده ADHD، يقول لك أنا كنت أرسب في جميع المواد ما عدا النشاط البدني وفقرة الألعاب والتسلية، كان يبتكر ويبدع فيها. والله ليش ما في مدارس خاصة؟ هو مفروض يعني هو طبعاً التوجه إن هم يختلطوا أكثر بالأطفال العاديين، مع أنهم أطفال عاديين لكن هم بس عندهم شوية تشتت وفرط حركة. نحطهم، هذه كمان فكرة إبداعية جديدة حنوصلها للمسؤولين عن اتخاذ القرارات في الموضوع هذا. وأتمنى أن تكون الأمسية هذه
اللي احنا تكلمنا فيها كذا يعني بشكل بسيط عن الموضوع، أو على الأقل الاعتراف، هم معترف فيهم في المدارس العادية عزيزتي في حالات. لا طبعا، نعم في حالات ما نقدر إنه احنا يعني نخليهم في المدارس العادية، لأنهم بيكونوا أحيانا عدوانيين، اندفاعيين بشكل أوفر، فممكن إنه هم يعني باي واي اور انذر إنهم يعني يأثروا على زملائهم اللي ما عندهم الاضطراب هذا. طبيعيين ما يقدروا يفهموهم. احنا لازم نوعي، احنا لازم نوعي انفسنا اولا، نوعي اطفالنا، نوعي المدرسين، نوعي المدارس. يمكن والله نبتدي نسوي حملة في داخل المدارس للتوعية، يعني مش التوعية بس فقط للمدرسين الكبار، التوعية للصغار انه في فئة معينة بيكون في عندها الاضطراب هذا، هو مجرد اضطراب والجميع معرض. فشيء جيد إنه إحنا نسوي حملات توعية. إشراق بيسووا حملات توعوية في داخل المدارس، وأتمنى إنه يكون كمان فيها توعية للأطفال الصغار أنفسهم، يعني على أساس إنه ممكن يكون فيهم في عنده اضطراب وما هو مكتشف، هو يساعد نفسه إنه هو يكتشف الشيء هذا، ويساعد الأطفال الآخرين إنه هم يتعاملوا بشكل صحي مع الأطفال الآخرين، يتفهموهم. إحنا دائما بنقول يعني المعرفة صفح، أنا دائما لما أعرف أقدر أصفح عن اللي قدامي، أقدر إني أعذره، أقدر إني أشوف هو ليش بيسوي كذا، هو ما هو عدواني بطبعه، لكن في عنده اضطراب هو اللي بيخليه يتصرف بالشكل هذا. لا هنتكلم، ما راح نتكلم على الكونسرتا والستراتر، معانا شوية وقت نرد. الكونسرتا من اللي هو الخط العلاج الأول اللي هم المنشطات، الاستراتر لا هو اللي هي ما هي منشطات، الخط العلاجي الثاني. هل العلاج ممكن يسبب تشنجات؟ ممكن، لكن ضبط الجرعة، وقت التناول، لكن بنسبة ضئيلة جدا يسبب تشنجات، عشان ما يعني ما نبث الذعر، نسبة بسيطة جدا. أحيانا الأطفال هذول ممكن يكون في عندهم كوموربيد، يعني أمراض مصاحبة ما تستخدم، ما فهمت السؤال هذا، ما تستخدم غرف المصادر؟ ما فهمت السؤال هذا، أعتذر عزيزتي أو عزيزي اللي كان. يقدر يترك العلاج؟ ممكن. الاضطراب هذا مع العمر بيخف، احنا بنقول كل 5 سنوات بيخف الاضطراب هذا، أحيانا يعني 15%، أحيانا قد لا يتبقى شيء لما الشخص يصبح بالغ. هذه كانت يعني الأولد سكول، المعرفة القديمة، لكن الآن يقول لك يتبقى شيء من الأعراض هذه للكبر. لكن زي ما قلنا يعني إحنا في كثير من الحالات لما بناخذ التاريخ المرضي للأطفال بيكون يعني واضح إنه في عندهم شيء، بنحصل أحد الآباء بيكون في عنده يعني كان عنده الاضطراب هذا لكن غير مشخص. طبعا يعني على زمن يعني آبائنا أو آباء الأطفال هذول ما كان في ذاك التوعية اللي موجودة حاليا إنه في اضطراب عصبي اسمه فرط، كان خلاص هو دائما يعني يوصم وليس يشخص، يوصم دائما انه هو طفل شقي، ما بيسمع الكلام، بسم الله عليهم يقول لك قرد عفريت الكلام هذه، وارجوكم يعني ما نبغى نستخدم العبارات هذه. طبعا دائما ما يعني ما في شيء نقول انه احنا ما في علاج، او احنا تاخرنا، او احنا قدمنا
بالاستطاعة دائما إنه إحنا نعالج، ويكون في فرص جيدة جدا للاستجابة. أشكر متابعتكم، وأشكر حضوركم وتفاعلكم. أشكر اللي كانوا معايا على الخط، سواء كان على الخاص أشوفهم من فوق أو معايا هنا على الشاشة داخل تويتر. وأتمنى يعني بس انشروا الرسالة هذه، سواء إنكم ترسلوا اللينك أو إنكم يعني توصلوا المعلومة بأنفسكم، أيهما أحببتم. شكرا جزيلا، أسأل الله أن ينفع بها.